تجي على البطولة مع البطولة ملك تايلاند، قول لي منهم شارك بيها اللي فعلا في وقت نفس اليابان تلعب ضد ألمانيا وتلعب ضد تركيا وإحنا مكيفين فزنا على تايلاند ضربات جزاء والهند ضربات جزاء، وين وصلنا؟ من تتكلم يقول لك إنجاز، يا بأني مع الإنجاز، مع فرحة كل طفل، مع فرحة كل رجل عراقي، لكن مو على حساب الواقع. إحنا اليوم شلون نتطور؟ والله صدقوني يا أخوان، من لعبنا ضد المكسيك ضد الفرق القوية أنا أيدت، قلت على الاتحاد أن يستمر بإقامة مباريات بهذا الوزن، لكن مو نرجع إحنا مع الهند ومع هذا، مو صحيح. لسبب اللاعب العراقي في الزمن الماضي في الأجيال الثمانينات والعقود التسعينات وحتى السبعينات ما صاروا أقوياء وما ارتفع كعبهم عن الخليج وعن العرب إلا بالاحتكاك، قارعوا فرق كبيرة. كنا نستذكر نلعب ضد فلامينغو، نلعب ضد منتخب يوغوسلافيا، نلعب ضد كوريا، زي ليش احنا هالتدني؟ ليش هالتخوف؟ خل نخسر. واحدة من الأمور خسرنا مع منتخب البرازيل في السويد، وأنا كنت مدير منتخب العراق، ما ضجنا، لعبنا أمام نجوم العالم، اللاعب استفاد، أنا ما علي بالنتيجة بالمباراة التجريبية، ما علي من النتيجة، أريد اللاعب يرتقي، أريد أموت قلبه مثل ما نقول باللهجة العامية الكروية، أموت قلبه من ألعبه مع فرق كبيرة، من يجي ضد قطر عنده شيء عادي. زين أنا لعبة ضد الهند وأخوفه من قطر وأخوفه من السعودية، شون بعد نغلب؟ إحنا كنا نغلب الخليج وهذا على ألسنتهم، تدري عقود من الزمن إحنا وياهم صرنا أصدقائهم واحترفنا في بلدانهم، والله يتكلمون يقولون إحنا مجرد أنتوا تدخلون إحنا خايفين.